إذن عملية أمنية جديدة تحت مسمى أبطال العراق الرابعة تستهدف تطهير محافظة ديالى من بقايا داعش الإرهابي وتطهير الشريط الحدودي ما بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية بحضور رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة للإشراف على هذه العملية ورفع معنويات المقاتلين. إذن وصول القائد العام للقوات المسلحة إلى مقر العمليات المشتركة في محافظة ديالى للإشراف على عملية أبطال العراق الرابعة التي تستهدف مطاردة فلول داعش الإرهابي. عملية أبطال العراق هي عمليات عدت لها بكل دقة لمتابعة أوكار الخلايا النائمة في محافظة ديالى. هذه المحافظة التي عانت الكثير من ظلم واعتداءات داعش، هذه الحملة هي لتطهير المحافظة من كل أو موضع قدم. ولحد هذه اللحظة العملية تسير بطريقة ممتازة، تم تدمير أكثر من منطقة كانت يتواجد بها العدو أو يستخدمها مضافات، وسوف تستمر العملية لفترة لحد ما ننهي أي تواجد لهذه الجماعات الإرهابية وعودة النازحين إلى قراهم أو أماكنهم. اليوم احنا موجودين هنا في منفذ مهم، نبعث رسالة الى كل الفاسدين. اليوم احنا مرحلة اعادة النظام والقانون، هذا المطلب وليس مطلب الحكومة فقط، وانما مطلب الشعب، الكتل السياسية، الفعاليات الاجتماعية والحكومة. هذا المال اللي ينهدر تحت عناوين متعددة راح وقته. وأبلغ كل العاملين بهذا المنفذ، اليوم بدينا مرحلة جديدة مثل ما وعدنا بموضوع المنافذ اللي هو تحول مع الأسف الشديد إلى وكر ومعبر وموضع قدم للفاسدين. عندنا ثلاث مناطق، الحرم الجمركي اليوم يكون تحت حماية قوات عسكرية وعدها الحق بإطلاق النار على كل متجاوز على الحرم الجمركي. النقطة الثانية، أتمتت الجوانب الإدارية في الجمارك لكي نحمي المال العام ونحارب الفساد. النقطة الثالثة هم الأشباح الموجودين في الحرم الجمركي. هاي رسالة واضحة، السيد مدير المنافذ موجود، عندك صلاحيات البحث عن الأشباح الذي يستفز ويبتز التاجر الوطني العراقي أو رجل الأعمال. عليكم مسؤولية، هذا المال مال الشعب وليس مال الفاسدين. الإجراءات الجديدة، هذه المنافذ مع الأسف الشديد كانت تهدر سنويا مئات الملايين من الدولارات. اليوم يجب ان يعاد هذا المال الى الشعب العراقي، وهناك جماعات اجراميه، عصابات، فاسدين كانوا يسيطرون على هذه المنافذ
هذه الرسالة أنه هذه بداية الحرب على الفساد. كل ما أطلبه واحتاجه هو الوقت والتعاون والتكاتف حتى نبدأ، وهناك من يشوشر لإيقاف هذا المشروع. وأقول بكل صراحة سوف لن نتوقف ونسير إلى الأمام لمحاربة الفساد والفاسدين وعودة المال إلى الشعب العراقي. أطلب من رجل الأعمال الوطني، من التاجر الوطني أن يدفع الجمارك ولا يدفع للمرتشين، وأطلب من المواطن يلتزم بالقانون لهذه فرصة لتوزيع العدالة بين الجميع.